انجلو انجلو يحيى انجلو. ماذا عن هذا؟ لا يهمني ما سيزال ما دمنا سنتخلص من هذه الفوضى. لا أستطيع أن أصف روعة أن نرتب البيت. أخيرا سأرتاح. والأفضل أننا سنوفر مالا لرحلة التزلج للعائلة. رجل السلطعون أظن أنه يساوي الكثير. أنجلو يا بني ناولني هذه العربة. أيمكنك غسلها يا عزيزي؟ سأربح الكثير مقابل هذا. انتظر، ماذا تفعلان بأغراضي؟ حقا ماذا يفعلان بأغراضي؟ تذكر طلبنا منك أن تجمع أشياء للمعرض الاجتماعي. لا. حسنا طلبت، كما أنك كبرت على معظم هذه الألعاب. أمي هذه دميتي المفضلة. أنجلو لم تلمس هذا الشيء من 10 سنوات. حسنا ألمسها الآن رغم أن رائحتها مثل الجورب القذر. وأحب هذه نصف الكرة المطاطية. وأظن أنك لا تستطيع العيش بدون هذا الوحش الذي وجدناه أسفل سريرك. هذه قطعة قديمة من الدجاج المقلي. فتى الخردة، وماذا عن اسطوانات الموسيقى التي تحتفظون بها من التسعينيات؟ وكذلك القمصان والملصقات التي في العلية. كبرتما على كل هذا لكنكما تحتفظان بها. هذا لأننا تقابلنا في حفل غنائي وتعرفنا في الحال يا أنجلو. وهناك عرفنا أننا سنتزوج. وماذا عن أغراض إلينا؟ لا لن ألمسها. تفكير ذكي، إذا عبثت بأغراض إلينا ستقتلك وأنت نائم. وبيتر ليس لديه ما يستحق البيع. أحب الفضائيين. تقريبا حطم كل شيء. هذا ليس عدلا، أنتم تعاقبونني لأني أعتني بأغراضي. حان وقت طلب المساعدة. يا عبقري لنسمع، كيف ستستعيد كل شيء قبل أن يبيعه أبواك؟ ولماذا أحضرت معي جهاز عرض الاسطوانات؟ فقط اتبعاني. الوالدان حساسان فيما يتعلق بالماضي، أو ما أحب أن أسميه الخطة الأولى، الذكريات. أرجوكما أعطياني لحظات أخيرة، فقط لحظات أخيرة لأسترجع كل الذكريات الحلوة مع هذه الأشياء. تذكران عندما خطوت خطواتي الأولى وأنا أمسك بهذه الدمية؟ وكيف أخذت هذه العربة معي في أول يوم في المدرسة؟ أوه هذا لطيف. وأول مرة لعبت الكرة مع أبي. وهذا أنا أعزف البوق. هذا البوق ما زال موجودا، إنه مناسب للبيع. نحن نضيع الوقت، ارفع الصوت. تذكران العيد مع هذا ماذا؟ كيف جاء إلى هنا؟ تقدم بسرعة إلى مجموعة الصور التالية. انظر إلى هذه الكتب الفكاهية، نسيناها تماما. وهذه السيارة أيضا. سيحبها أحد الأطفال. نعم أنا. في هذا المعدل يمكننا رفع المستوى من جناح التزلج إلى حجرة الأحلام. حجرة الأحلام؟ نعم، التي يصل إليها مصعد التزلج ليأخذنا إلى الغرفة. يبدو أننا علينا إيقافهما أثناء البيع. سأعطيك دولارا مقابل هذا. مكتوب عليها 4. ما رأيك يا عزيزتي أن أعطيك دولارا وتحصلين على صفقة؟ من يأتون إلى هنا دائما يبحثون عن صفقات، لذا إن كان سعر أغراضي باهظا فلن يشتري أحد شيئا. إلى الخطة الثانية، السعر خطأ. كيف سنتمكن من تغيير السعر ووالديك موجودان؟ سأتولى الأمر. مرحبا يا سيدي، سمعت عن رحلة التزلج. أعتقد أنك لا تعرف أن أبي يبيع زلاجات. حقا؟ ريشة ضوء تيتانيوم مع قاعدة من الجرافيت والحواف حادة جدا، يمكنها حفر مسار في الثلج. وصفقة صديق للعائلة. أين؟ ليس لدينا مكان لزلاجة جديدة، نحن نتخلص من الفوضى. أنجلو هل راقبت الطاولة؟ رائع. $40؟ $50؟ شكرا لمروركم، وداعا إلى الأبد. أريد شراء هذا الآلي. ها؟ انتظر، سأخذ هذا القوس والسهم والآلي. لا رأيت القوس والسهم أولا، سأخذ كليهما.
لا أظن هذا يا سيدي، إنهما لي. من قال هذا؟ أنا قلت لي. ليس لك، بل لي. انتظرا، تريدان دفع كل هذا المال لهذه الأشياء؟ بهذه الأسعار؟ الواضح أنها نادرة وتستحق الاقتناء. اترك 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 لي. ماذا فعلنا؟ ماذا سنفعل؟ لن يشتري أحد شيئاً لأنكما كبيرين على شراء هذه الألعاب. خردة، كلام فارغ. حسناً، لنعود الآن إلى الطاولة. ماذا تفعل؟ سنحتاج إلى الترفيه أثناء الرحلة والحديث عن ذكرياتنا. اليوم عادني إلى الماضي. هذا رائع، لكن من المفترض أن نزيل الفوضى يا عزيزي. انظرا. أحسنت يا بيتر، سنحتاج فأس القتال في رحلتنا أيضا. لماذا؟ حسنا، لإبقاء بيتر مشغولا وقطع الحطب. سأغلبهم جميعا. لا أصدق هذا، أراد رجلان أن يدفع سعرا جنونيا لأغراضك القديمة. شير يا صديقي، معك حق. إذا أراد الناس شراء الأشياء لمجرد أنها غالية، لما لا نرفع أسعار كل أغراض أمي وأبي؟ سوف نجمع لوالديك المال اللازم لرحلة التزلج بدون بيع أشيائك. لنضيف صفرا آخر لأغراضهم. اجعلهم صفرين. يعجبني تفكيرك يا لولا. من سيشتري محمصة $500؟ لم ترى أسلوبي. الخطة الثالثة، البيع بالضغط العالي. أراك مهتما بهذه الوسادة الممتازة. لا، أنظر فقط. أنت مهتمة بهذا الغرض الرائع؟ زلاجات $200؟ حقا؟ ليست زلاجات عادية يا سيدتي. أوه لا، خواصها نادرة ومميزة، الدوران والميل. واو، $100 للوسادة. لكنها ليست مجرد وسادة يا صديقي، صنعت في جزيرة بونك وطرزت بخرز الأحلام النادر. نعم يا سيدي، والذي يضمن أن يعطي لأحلامك الثراء والجمال. وأحلام غريبة. حقا؟ جربها. دوران وماذا؟ الدوران والميل، إنه تمرين صباحي ممتاز، تتمرنين وأنت تميلين، موفر رائع للوقت. هل أجربها؟ أنا حقا سعيدة لتخلصنا من كل هذه الفوضى. عزيزتي، رحلة العائلة للتزلج ستكون رائعة. ملحمة. سنحتاج حافظة الشاي ومكبر الصوت. جديا؟ يجب أن نتوقف عن الشراء وإلا لن يتبقى مالا لنشتري. هذه مثالية لاحتواء جميع أغراض الرحلة. هذا هو التشدد في البيع. وسادة غبية، أصابتني بكابوس عن ساحرة تصرخ وتطير حولي. استعدها. كاد هذا أن يقتلني. 150 وخوذة مجانا، ووسادة يمكنك أن تربطيها عليك. ظننت أنهما سيتخلصان من النفايات. لا يبدو أنك بعت كثيرا يا عزيزي. انتباه، كل شيء على طاولتنا بنصف الثمن، هيا تعالوا. نصف الثمن؟ افعل ما يتطلبه الأمر. سنذهب لنضع الأشياء في السيارة. كيف سنمنع بيع كل خردتك الآن؟ إنها ليست خردة. مهلا، أنت محقة، إنها خردة. علينا الانتقال إلى عامل الخردة. كيف؟ أخوك. نعم. بيتر، أنا أريدك أن تلعب بكل ألعابي فورا. نعم. أنا الفائز، أنا الفائز. اسمه باكو. انتظر بيتر، توقف.
أنت كم تريد ثمنا للآلي؟ وكم ثمن الدب؟ 350 دولارا. إنها خردة وسقطت في نفايات سامة. سأخذ 5 سنتات. ماذا؟ اقتنعت، حان وقت التخلي عن الأغراض. أنجلو، نحن فخورون بك. من المهم أن تتخلى عن أشياء. يسعدني أن هذا شعوركما. 300 دولار. نعم، الرحلة ستنطلق. استعدوا جميعا لوقت التزلج. كيف حصلت على هذا المال؟ لقد بعت كل أغراضكما الموسيقية، القمصان والملصقات والاسطوانات. ماذا؟ من أين ذهب؟ هل هو الذي هناك؟ لا، أعد إلي ستينك فود. يمكننا اللحاق به، سأحضر السيارة. خطة مثالية لأب مثالي.